مين؟ سونيا، ايه اللي جابك هنا؟ انتوا مش معقول. مش معقول ليه؟ دي بلدنا. ايوه بس نعمة. انتوا اللي ايوه انا اللي ايه مالك؟ لا ولا حاجه، بس ما كنتش متصوره الاقيكم هنا. ودينا تقابلنا، ده من حسن حظنا عشان نقضي مع بعض وقت حلو. بعدين عند سلطان يقبل ولا يهمك سلطان مين؟ انا حاجه تعالي هنا، تعالي عندي، تعالي عندي. انت عليك يا صلاح. مسكينه انت فين؟ يا جدع انت تعالي بقى، تعالي بقى، اوعى تعالي. قفشتي. ادي جلال. قله ادب. مسخره. مسخره ايه بس يا معلم؟ انتوا فهمتوا المساله غلط. ايه اللي جاب البت دي هنا؟ دي اختي. ايوه اختك. صحيح، اخت حبيبتي. وليه لا؟ عشان ما هي احلى مني شويه. اصلها طالعه لمامي وانا طالع خنشور لابويا. اخت حبيبتي. الله، ما ينفعش كده يا حماده، الناس واقفه. ايه وحشاني. حل شعرها. لمي شعرك يا اختي، لمي يا اختي. اختي حبيبتي، اختي حبيبتي. يا الف اهلا. هي الست اختك اسمها ايه؟ سونيا. يا عمي عاشت الاسامي يا ست سونيا. اتفضل ضيوفك وتعالى يا جلال. لا لا يا بابا، دي لازم ترجع. ترجع ازاي يا جلال؟ لا 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 لا، ضيوفك لازم نكرمهم. صح يا عمي، لازم نكرمهم. لا يا عمي، لازم ترجع. صحش كده يا صلاح، ترجع ازاي؟ اوعى اخت حبيبتي. تعالي نكرمك.